بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أحدثكم اليوم وأحدث الغائبين الحاضرين الذين يراقبوننا ويستمعون إلينا أن طريقكم طريق المحاماة، ليس مفروشا بالورود، بل هو مليء بالصعاب والمشاق. نحن نتعامل مع مجتمع باتت نظرته للأسف للمحاماة والمحامين نظرة غير طيبة، ونحن نتعامل مع أقسام ومرات الشرطة لا يحبون المحاماة ولا يتقبلون المحامين، ونحن نتعامل مع نيابة يضيق صدرها بالمحامي وبحضور المحامي، ويضيق صدرها أكثر إذا ما استعمل المحامي ما يتيحه له القانون في الاعتراض على ما لا يجوز، وهو يقف أمام قاض ضيق بحضوره يعتبر أن ما يبديه اقتطاع من وقته الثمين، ولا يرى أن المحامي سوف يضيف إليه شيئا، وربما اعتقد اعتقادا راسخا أن علمه يغنيه عن المحامي وأن المحامي لا لزوم له. وكان هناك نص في قانون الأحكام العسكرية القديم الصادر بدكريتو في سنة 1894 ومأخوذ عن الميليتري لو، إنجليش ميليتري لو، القانون العسكري الإنجليزي، يعني المرجع كمان موجود في القانون الإنجليزي. النص المنقول: إذا دخل المحامي نتج الارتباك في الدعوة. شوفوا حضراتكم بقى الدنيا ماشية ازاي. يا ترى أنا بقول الكلام ده عشان أقسكم؟ لا، عشان أستنفذكم، عشان أستثير عزائمكم، عشان أكرس قواكم لمواجهة ما سوف تواجهونه. أدعوكم اليوم إلى قراءة مقال لي، المقال بتاعي الأسبوعي في الأهرام، عنوانه: ما لا يقتلك يقويك. أقولها تاني: ما لا يقتلك يقويك. إيه معنى الكلام؟ طوفوا بتاريخ البشرية ستجدوا الأنبياء والمرسلين قد لاقوا أشد الصعاب وذاقوا مرارة اليوت. المصطفى عليه الصلاة والسلام ولد يتيما لأب مات قبل ميلاده، وأمه آمنة فارقت الدنيا وهو ابن 6 سنوات، وجده عبد المطلب الذي كان يرعاه لحق بها بعد وقت وجيز، ولم يكفله إلا عمه أبو طالب. هذا اليتيم في غير مسغبة هو الذي قال له الرحمن الرحيم: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا اليتيم هو الذي غير الدنيا، هو الذي قلب الأوضاع بدءا من شبه الجزيرة العربية وانبثاقا منها حتى عمت الكون. وانظروا في أقصى أقاصي أوروبا في الشمال حيث الصقيع والجليد، وحيث بقاع لم يدخلها جندي عربي ولا جندي مسلم، هتجد الإسلام فيها. في النرويج في مسلمين، في السويد
في مسلمين، في القطب الشمالي في مسلمين، في كل أوروبا الغربية في جاليات إسلامية. بلغ عدد المسلمين في فرنسا 6 ملايين مسلم، وفي ألمانيا اقترب من 5 ملايين مسلم. هذا هو محمد اليتيم الذي أعطاه ربه فصبر وقاتل وقاوم كل الصعاب التي واجهته. ولو تأملتم في سيرته عليه الصلاة والسلام وأردتم أن تتمثلوه يوم خرج وحيدا فريدا من الطائف، من مكة آسف، يقصد إلى الطائف بعد أن ضاقت عليه مكة بما رحبت، يخرج هذا اليتيم وحيدا يمشي في الصحراء، لا من أنيس ولا من جليس ولا من أحد ولا من مظلة تقيه واهج الشمس. هذا الرسول المصطفى يمشي ليلا وينام نهارا ليتقي القيظ، وذهب إلى الطائف حيث استقبلوه بالحجارة والعصيان، وبكى إلى ربه يقول: يا ربي يا ربي يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. سيد المسيح عليه السلام ولد لغير أب بشري. إسماعيل عليه السلام شاب بغير أب، لأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أسكنه بواد غير ذي زرع عند بيته المكرم. يشب إسماعيل الصادق المصدوق النبي الذي اصطفي لأداء رسالة، ولم يكن أمر أبيه إبراهيم يختلف عن هذا. كان له أب ولكنه كان ملحدا كافرا، قاومه ورفض كل دعوته إلى التوحيد. موسى عليه السلام قذف به في اليم ولم يرى أباه، واستخفت أمه لترضعه. هؤلاء الأنذال من الأنبياء لهم من لحقوا بالركب واتخذوا من الصعاب قوة. طه حسين عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي كف بصره وهو في سنوات الطفولة الأولى وواجه الظلام، ولكنه نشد نور العقل وصار بكفاحه وإصراره وعزيمته عميد الأدب العربي. أبو العلاء المعري ولد كفيفا ولكنه صار حكيم المعرة وحكيم وفيلسوف الإسلام وصاحب رسالة الغفران وصاحب لزوم ما لا يلزم وصاحب رسالة الطير وصاحب أمهات الأشعار التي تفيض حكمة، وعاش في التاريخ هذا الكفيف. بشار بن برد كان أعمى، ولد شاعر النيل ليفقد أباه ومن ورائه أمه، ولكنه حافظ إبراهيم صار شاعر النيل. أحمد شوقي أمير الشعراء أخذ لتكفله أو لتكفله جدته أو جدته. إسماعيل صبري باشا جابها اليتمى من البداية، فاتخذ الإنسانية أبا وأما. شارلي شابلن عبقري
الكوميديا في العالم، نشأ في ملجأ لأن أباه تخلى عن أسرته. برنارد شو نشأ لأب سكير عربيد، ترك أسرته وتكفل بها الصبي برنارد شو، ولأنه قد أخذ من حياة أبيه عبرة عافى الخمر طوال حياته. بيتهوفن عبقري الموسيقى، زحف عليه الصمم. تخيلوا بقى واحد رسام يكف بصر كيف يرسم، وتخيلوا أصم لا يسمع كيف يدبر. أعظم أعماله الموسيقية ومنها الموسيقية التاسعة وهو أصم، أنطق الموسيقى وهو لا يسمعها ولكنه يحسها. لو أردت أن أتحدث إليكم لتحدثت كثيرا عن أفذاذ في تاريخ البشرية، لاقوا صعابا لا حصر له، ولكنهم بالعزيمة والإرادة قهروا هذه الصعاب ومضوا ليسجلوا أسماءهم في تاريخ الإنسانية بأحرف من نور. هذا هو ما أريده منكم ولكم. بدأت حياتي بالمحاماة في أغسطس عام 1959، وبعد حوالي سنة وكنت قد جندت جنديا مؤهلات عليا في القوات المسلحة، طلبت دفعة لنواب الأحكام في القضاء العسكري فقدمت فيها وقبلت، وأمضيت في الكلية الحربية 8 أشهر صعاب، وتخرجت فيها ملازم أول ضابط عامل، وبدأت رحلتي في القضاء العسكري 16 أو 17 عاما لأعود بعدها باستقالة إلى المحاماة. في بدء عملي بالمحاماة ولم يكد يعرفني أحد، ذهبت إلى محكمة جناح الدقي لأترافع عن صديق لأخي الأصغر يدعى متولي زياد، محكوم عليه غيابي بالحبس 6 أشهر لأنه أصاب صديقه خطأ بطلق ناري. ما هي القصة؟ القصة شقاوة شباب خرجوا يسهروا، وكان متولي الزيات لديه عاهة في أحد ساقيه يتوكأ على عصا ليقاوم العهد، لفوا على كذا بيت من بيوت الله، ثم ذهبوا إلى ملهى الأوبير في الهرم، ثم بعد أن أمضوا وقتهم فيه عائدين إلى الجيزة رحلوا في أو استقروا على يعني خن كده اسمه كان اسمه تشنشن علشان يقعدوا يعني ياخدوا فيه تسيل. فهو تذكر ان هو ترك سيارته بالمفتاح للمنادي امام الأوبرج، ولما كانت الحقيبة السيارة فيها طبنجة خلق ان يكون المنادي قد استولى على الطبنجة، فذهب ليفتح حقيبة الطبنجة حقيبة السيارة ليطمئن على وجود الطبنجة، وبينما كان يعيدها إلى موضعها انزلقت يده أو يده وسقطت العصا التي يتوكع عليها فضربت يده التي تحمل الطبنجة في حافة الشنطة
فخرج منها عيار ناري أصاب مشط رجل أحد أصدقائه. الدنيا قامت بس هم شلة أصدقاء، نقلوه فورا إلى المستشفى وقالوا قصة مبتدعة، قالوا قصة مبتدعة أن هناك سيارة كانت عابرة في الطريق خرج منها طلق ناري هو الذي أصاب المصاب. عملوا كده لأنهم عارفين أن هم أصدقاء فيما بينهم، وأن من خرج منه العيار الناري لم يكن يقصد إصابة صديقه، متفقوا على هذا. ولكن المنطقة دي منطقة سكن الرئيس الراحل أنور السادات، فطبعا انبثت كل العيون للأجهزة لتبحث حقيقة العيار الناري الذي انطلق بعد الثانية صباحا بقرب من مسكن رئيس الدولة. فاكتشفوا الحقيقة، فبدأوا بمتولي الزيات، راحوا له وجهوه فاعترف بالحقيقة، ثم ولوا شطر المصاب في المستشفى ليواجهوه ماذا حدث، فصمم على الرواية إلى أن اضطروا لمواجهته بأن صديقه متولي الزيات قد اعترف بأصل القسم. طولت شوية بس عشان اللي جاي مهم. وحيل متولي الزيات إلى المحاكمة وقضي بحبسه غيابيا 6 أشهر، وأتاني كيما أحضر معه في جنح الدقي في المعارضة. وما نادرا ما قاضي معارضة يمس الحكم الغيابي الذي أصدره، بل محال. رحت لقيت الجلسة كانت في المساكن الشعبية في الحي بتاع دلوقتي الشارع السوداني، في غرفة، يعني القاضي قاعد في غرفة ومزدحمة عن آخرها، وأنا رول 101، وأنا لسه بقى محدش يعرف مين ده، محدش يعرف. ولقيت الأستاذ القاضي مش طايق نفسه، يعني هو بيناديله على الاسم يكون بينادي على اللي بعده على طول، لاقي حاجة اسمها محامي. قلت لي الداهية، وأنا هعمل بدا إيه؟ ودي الفايدة اللي أنا عرفتها من إنك أنت تخش بدري وتشوف ماذا يجري، تعرف القاضي ده معدنه إيه؟ تصرفه إزاي؟ كيف تصل إلى إقناعه إلى آخره؟ تعلمت القصة دي نقلاً عن أبي رحمة الله عليه، وكان محامياً من الجيل الذهبي في المحاماة. فنودي على القضية 101 دول، فأنا تمهلت ثواني تمهلا مقصودا قبل أن أسجل حضوري لأضطره لأن يرفع عينه التي لم يرفعها قط عن الأوراق، يبص يشوف مين التلم ده الغتيل ده اللي على مهل ده. بص كده، قلت له احضر معه فلان الفلاني. اتفضل يا استاذ، طلباتك ايه؟ قلت له سئل الاحنف بن قيس. قال لي نعم. قلت له سئل الاحنف بن قيس من احلم من رايت. الراجل راح معدول في الكرسي، قال لك المحامي ده عبيط، هيقول لي حاجه بقى ايه احب اعرفها. فغلبت لديه ايه؟ فضوله، غلب لديه ايه؟ فضوله. وانا كان هذا مقصدي، ان انا اشده ليسمعني. كملت، وكان احلم علماء العرب. قيل له من احلم من رايت؟ قال قيس بن عاصم رايته بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه، يعني عليه الشدة اللي بالسيف، يحدث قومه، فأتي إليه برجل مكتوف. واشرح له بقى، قول له مكتوف يعني متكتف، ورجل مقتول، وقيل له هذا ابن أخيك المكتوف.
قتل ابنك القتيل المتشال. فبيكمل بقى: فوالله ما فك حبوته، يعني لا فك الشده ولا طلع السيف ولا قطع حديثه. شوفوا الحلم بقى، ها اللي هو سماه احلم من رايت، ولا قطع حديثه لغايه لما خلص. ثم التفت الى ابن اخيه المكتوف فقال له: رميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. بس ثم نادى على ابن آخر له فقال له: حل أكتاف ابن عمك. قالها أولا. ثم واري أخاك. قالها ثانيا. ثم سق 100 من الإبل إلى أمك فإنها غريبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هو عفى، هو ولي الدم عفى، ولكنه لا يملك أن يعفو عن أم ليه القتيل. فأرسل لها الدية، أرسل إليها الدية. المدخل ده اللي شد القاضي وقال الرجل ده عنده حاجة، هو اللي خلاني استطرد، استطردت فترافعت في إن مبنى هذا هو الشرع الإسلامي. وتحدثت إليه عن ورد في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق. وقلت له المبدأ ده موجود في الإسلام، حق العفو. وتحدثت عن الزنا، قلت أن الزنا رغم بشاعته الإسلام قد اتخذ موقفا شديد الحرص على إقامة هذا الاتهام. الكلام ده مرده ايه؟ ان حق العفو ده حق مهم جدا، والنية والقصد امر مهم جدا، وعشان كده تدرأ الحدود بالشبهات. في ناس مش فاهمة يعني ايه تدرأ الحدود بالشبهات. الحدود اللي هي القصاص والحد المعرف، انما التعزير اللي هو الحبس لا يدرأ بالشبهة. في ناس مش فاهمة الفرق وتقول الحديث وخلاص. المهم قلت له: من عجب العجاب أننا رغم أن المادة الثانية من الدستور تقول أن الشريعة الإسلامية هي إيه؟ المصدر الرئيسي للتشريع، نسقط حق العفو في حالة زيده الجاني هو المجني عليه. متولي الزيات هو الجاني ولكنه المجني عليه، لأن المصاب صديقه، لدرجة أن الصديق أنكر القصة في الوقت اللي فيه لا تقبل دعوى الزنا إلا بشكوى من الزوج المزني في حقه. أين التوائم هنا؟ هذه الجريمة الأخلاقية المرة كيف يوقف رفعها وتحريكها على إرادة المجني عليه في الزنا، وكيف تقام الدعوة على مثل هذا الذي هو في الواقع جاني ومجني عليه؟ وفضلت أقول لغاية ما الراجل اداله غرامة مع وقف التنفيذ. الكلام ده أنا قاومت الصعاب، أنا شفت قدامي قاضي لازم أفكر أخش له إزاي، وتأكدوا سيتقابلكم صعاب كثيرة، ومنها داخل المحاماة اللي احنا منها وداخل نقابتنا أصحاب السبوبة كتير وأصحاب الأغراض كتير وأصحاب النهب والسلب كتير، هتقابلكوا صعاب، إنما إرادتكوا هي الأساس. أملي إن كنتوا فعلا تبقوا أمل المحاماة، الأمل في أن تعود المحاماة إلى ما كانت عليه. المحاماة شيء عظيم جدا، المحاماة رسالة تشتبه برسالات الأنبياء. كل ما هتمشوا على الأشواك وتلاقوا من الصحاب، كل ما ستحسون بالعزة وبالكرامة وبالفخر بأنكم محامون ومحاميات. حبوا المحاماة، ودوا للمحاماة، هتديكم كتير جدا.
أنا ربما نظر إلي البعض أنني حققت وحققت وحققت، وأن مؤلفاتي زادت دلوقتي عن 104 إلى 105، وجالي طبع 4 كتب مرة واحدة، هيبقوا 109. الفضل كله والله 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 للمحاماة. كل نجاح حققته في حياتي كان بالمحاماة. لأجل هذا أنا عاشق للمحاماة حتى النقاع. ولدت محامياً وسوف أموت محامياً، وأدعوكم إلى أن تحبوا المحاماة وأن ترددوا معي هذا القسم وقوفاً لو سمحت. أنا عاوز القاعة كده تترد، أقسم بالله العظيم أن أمارس المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني، صادق التهاني.